عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل اللي أنا متأكد اللي أنتم بتستنوه، الأفوكاتو. وهنبدأ نتكلم إن شاء الله في عدة حلقات عن الوصية. هنتكلم عن الوصية لأن في مشاكل في الواقع العملي متعلق بالوصية، والمشاكل اللي في الواقع العملي المتعلقة بالوصية كثير منها في المحاكم. فهنبدأ نتكلم براحة كده واحدة واحدة مع بعض. هنتكلم عن الوصية، معناها، حكمها الشرعي، أركانها، الصيغة بتاعتها، الوصية الواجبة، الوصية للوارث، وكلام كبير وشغل عالي في موضوع الوصية. لما نيجي نتكلم في الوصية في اللغة، لغة العرب، باعتبار ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، الوصية في اللغة جمعها وصيات، هي اسم، أو وصايا، وهي وثيقة. هذه الوثيقة يعلن فيها الشخص إرادته على تقسيم أمواله بعد وفاته. وثيقة، كتابة بيكتبها أو يوصي حد، وهناك شهود على ذلك كان في بداية الأمر، لكن دلوقتي بقى في شهر عقاري وتوثيق، يكتب الوصية بتاعته ويضعها في الشهر العقاري، وسهلة جدا، وهنديكم أمثلة على الكلام ده. ومعناها زي ما احنا قلنا، هي وثيقة يعلن فيها الشخص عن إرادته الأخيرة وكيفية توزيع أمواله بعد وفاته. وزي ما احنا اتفقنا مع بعض، هي سميت وصية لأن فيها معنى الصلة. الوصية يصل بها الميت من كان في حياته بعد مماته، فعشان كده في صلة. في اصطلاح العلماء، الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل التبرع، سواء كان هذا التبرع بالأعيان أو سواء كان هذا التبرع بالمنافع. ده المعنى العام للوصية. طب حكم الوصية هل هو زي الأمور اللي فيها الأحكام الفقهية الخمسة؟ زيها زي الزواج، زيها زي الطلاق، زيها ليها أحكام. فقال لك الحكم الأول في الوصية الوجوب. يعني إيه الوجوب؟ يعني أنت تأثم لما وصيتش. إمتى الكلام ده؟ إمتى تبقى الوصية واجبة؟ قال لك في حالة وجود دين على الشخص ويخشى من ضياع هذا الدين أو التفريط فيه، فلازم هنا بقى واجب عليه يوصي. واستدل الفقهاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. دي رواية الإمام البخاري. في رواية الإمام مسلم، والحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به أو يوصى فيه يبيت ثلاث ليالي. دي رواية الإمام مسلم. يبقى رواية البخاري يبيت ليلتين، رواية الإمام مسلم ثلاث ليالي. إلا ووصيته مكتوبة عنده، يعني لازم طالما في أمر متعلق أو عنده مشاكل، عنده ديون، عنده أطيان عليها رهون، لازم يكتب الوصية بتاعته. فأصبحت هنا الوصية حكمها حكم إيه؟ الوجوب. الحكم الثاني من أحكام الوصية الحرام. ممكن تبقى الوصية حرام؟
ازاي تبقى الوصية حرام؟ اذا اوصى رجل لدور من ادوار البغايا والفحش والفجور، عمل وصية كده ادوهم مبلغ، او يوصي بقصد الاضرار بالورثة، يطلع شيء ثمين كده ويوصي بيه لك عشان ما ياخدهوش، وهو ده كده كده في حدود ايه؟ ثلث التارك. يبقى كده الوصية دي او الوصية بمعصية، ينفخ منها على الخمارات، ينفخ منها اي حاجة فيها حرام، فالوصية دي بقت حرام برضه. وقد تكون الوصية مستحبة. امتى تكون مستحبة؟ اذا كانت الوصية للاقارب والصالحين ودول العبادة، هنا ساعتها نقول الوصية مستحبة، ما نقدرش نقول واجبة، لأن هو ما فيش أي ديون متعلقة بالتركة، ولا في أي مشاكل بالأطيان ولا بالأعيان، لكن هنا مستحبة. يوصي لدور العبادة، يعني بيعمل لما بعد الموت، بيحاول يتقرب إلى الله بأمور، يبقى هو في قبره وعدات حسنات شغال، يروح حاطط مثلا مبلغ في حضانات، مبلغ في الأشعة المجانية اللي بتعمل للناس أشعة، وفي نفس الوقت يبقى قاعد حسنات شغالة عليه، أو يساهم في بناء مسجد أو غير ذلك. وقد تكون الوصية مكروهة. إمتى تكون مكروهة؟ إذا كان المال قليل وعنده ورثة فقراء، هو عنده شوية مال قليل والورثة بتوعه فقراء، وده بالرغم من كل ده بيروح يوصي، تخيل، نقول له لا، هنا الوصية مكروهة. وقد تكون مباحة غير مستحبة، مباحة إذا كان أوصى بها لفقير والورثة أغنياء. نشوف الاتصال. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلا يا أستاذة زينب. وعليكم السلام ورحمة دكتور الله. إبراهيم، دكتور محمد، اتفضلي يا فندم. أنا عندي مشكلة مع ساكن عندي، عامل مشاكل كتير لدرجة إن هو كان بيشغل تسجيل كتير. واحدة واحدة يا فندم، عندك مشكلة مع ساكن؟ ساكن قانون جديد ولا قديم؟ قانون قديم، بس أنا مش بتكلم في الإيجار دلوقتي، أنا بتكلم على إن هو بيشغل تسجيل كتير، عملت له محضر في الاسم سب وقاف. بيشتغل إيه حضرتك؟ واحدة واحدة بس، أنت بتتكلمي بسرعة ليه حضرتك؟ واحدة واحدة. واحدة واحدة. عندك ساكن عمل إيه؟ بيشغل التسجيل كتير. بيشغل التسجيل؟ اه. يعني عامل ضوضاء يعني. تمام. عملت له محضر في الاسم. محضر ازعاج يعني. تمام. ثاني يوم سرق لي البوابه اللي على البيت تحت بتاعت الباب. سرق ايه؟ سرق البوابه. سرق البوابه؟ طب مش عارفك اللي هو اللي سرق. ما هو في شهود شافوه. تمام. هو جابها. تمام. وفي الاخر جابها. تمام. وفي الاخر جابها. بعد كده حضرتك دلوقتي هو عايزنا ان نتنازل عن المحضر ونتنازل عن القضيه. انا شرطت عليه ان هو يسيب لي الشقه بسبب ان هو بيعمل حاجات كمان مش كويسه في قلب الشقه. ايه الاجراءات؟ يعني ايه حاجات مش كويسه حضرتك؟ بيجيب بنات في الشقه. بس خلاص خلاص خلاص. طالما بيعمل اعمال منافيه للاداب. ما انا مش عارفه اثبت عليه. انا مش عارفه اثبت عليه، غير كده كده هو سرقني كذا مره. يعني هو سرقني كذا مره، ابسطها البوابه والناس شاهده ان هو اللي سرقها في الشارع كله، الناس شاهده ان هو اللي سرقها هو اللي جابها في الاخر. طب انت سؤالك ايه يا استاذه زينب؟ اجراءات التنازل اللي هو انا يسيب لي الشقه يعني قدام القضيه، ايه هي الاجراءات؟ ولا حاجه، الموضوع بسيط قوي. والدته عايشه واخواته موجودين، بس والدته سايبه الشقه دلوقتي. تمام. هو وارد. تمام. طب ممكن تركزي معايا؟ مع حضرتك. معاكي ورقه وقلم؟ ثانية واحدة. جيت هنشوف الأول عقد الإيجار باسم مين. لو عقد الإيجار يا أستاذة زينب باسم والده، يبقى باسم والده. خلاص، يبقى دلوقتي هنشوف لما والده توفي إلى رحمة الله كان مين مقيم. شوف أنا بركز على كلمة مقيم. كان مين مقيم معاه في الشقة لما والده توفي إلى رحمة الله من أولاده؟ مين اللي كان مقيم من الاولاد؟ اخواتي كلهم، وكانوا والده ميت وهو صغير سنا. تمام. طيب يبقى هل حد من اخواته، انت اولا هتجيبي اصل عقد الايجار منه. ايوه. هتجيبي ايه؟ واحد، الحصول على اصل عقد الايجار. اتنين، هتعملي محضر اسمه محضر
تنازل وفسخ العلاقة الإيجارية. وفسخ عقد تنازل وفسخ عقد الإيجار والعلاقة الإيجارية المحرر عنها العقد، يبقى لما تقول عقد الإيجار المحرر بكذا أو فسخ العلاقة الإيجارية المحرر عنها عقد الإيجار المحرر بتاريخ كذا أو المؤرخ بتاريخ كذا. محضر التنازل ده هيبقى حضرتك طرف أول مؤجرة أو مالكة أو مؤجرة، وهو وإخواته طرف ثاني. هو ومين؟ هو وإخواته ووالدته. والدته، لأن والدته بيمتد لها عقد الإيجار وفقا لنص المادة 29 من القانون 136 لسنة 81. يعني مامته تمضي معايا. تمضي معاه، هتكتبي كده تمهيد، هتكتبي تمهيد بعد ما تكتبي الطرف الأول حضرتك والطرف الثاني هما، هتكتبي تمهيد في نص السطر وهتقولي بقى إن كان والد الطرف الثاني أو والد أطراف أو أفراد الطرف الثاني يستأجرون الشقة رقم كذا، الكائنة بالدور كذا، بالعقار رقم كذا، شارع كذا، منطقة كذا، اسم شرطة كذا، تمام؟ وحيث إنهم رغبوا في إنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين المؤجرة إلى الطرف الأول المالك وفسخ عقد الإيجار المحرر عنها، فقد اتفقوا فيما بينهما أو فيما بينهم على الآتي. هتقول البند الأول يقر الطرف أو أفراد الطرف الثاني بأنهم تنازلوا عن عقد الإيجار المؤرخ والممتد إليهم من مورثهم السيد فلان الفلاني والمؤرخ بكذا كذا كذا، خلاص؟ ثانيا تم الاتفاق بين أفراد هذا العقد أو أطراف هذا العقد على فسخ عقد الإيجار. أنت قلت تنازلوا عن حقهم في الامتداد القانوني في الأول، تاني حاجة فسخ عقد الإيجار المؤرخ كذا كذا. ثالثا تم الاتفاق على تسليم العين المؤجرة بعد أن تم التنازل على العلاقة الإيجارية وفسخ العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار، وانتوا تمضوا هم يمضوا وتاخدي أصل العقد منه. افرض قال لك العقد ضاع، هتقولوا له هيعمل محضر في الاسم اسمه محضر فقد، ويجيب لك مذكرة فقد عقد الإيجار، وتجيب الصورة بتاعت عقد الإيجار اللي عندك أو أصل عقد الإيجار اللي عندك وتمضيهم على تنازل، تنازلنا نحن ورثة فلان فلان عن العلاقة الإيجارية بموجب هذا العقد المؤرخ كذا، وتم فسخ هذا العقد وتسليم الشقة للمالك. طب تمام؟ معلش سؤال تاني يا سيادة حضرتك. نعم يا فندم. دلوقتي لو سؤال تاني بس بعد اذنك. دلوقتي هو لو ما تنازلش بالفعل واتحكم عليه في حكم في القضية اللي أنا عملتها سواء السرقة أو السب والقصف، هل من حقي إن أنا أطردهم من الشقة؟ لا. هنا بقى الكلام. هنا الكلام. هل السب والقصف أو قضية السرقة أو معاكي واحدة واحدة، هل السب والقصف أو السرقة سبب من أسباب الإخلة اللي نصت عليها نص المادة 18؟ لا، مش سبب من أسباب الإخلة. اللي ممكن يبقى سبب من أسباب الإخلة اللي هو استخدام العين المؤجرة في غير الغرض المعد له. يعني بقى تجيبي بقى بوليس شرطة الأداب وتركبي كاميرا على السلم عندك وتشوفي بقى لما يعني يجي أثبت الحالات اللي هو بيعملها. لكن غير كده ما تعتبرش السب والقصف ولا السرقة سبب من أسباب العلاقة الإيجارية. أشكرك يا أستاذة زينب ونكمل الوصية، نعمل بقى ريفيجن. احنا كنا بنتكلم على الحكم الشرعي، قلنا الوصية قد تكون واجبة ويأثم الإنسان لو ما كانت وصيته، وجبنا الحديث ما من حق امرئ مسلم أن له شيء يوصى به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. دي معناها اللي فيه وجوب. ليه؟ عنده ديون، عنده أشياء رهون متعلقة بالمال اللي عنده، كان واخد من البنك رهن، كان واخد من حد فلوس سلف، كان واخد دين، كان 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 كان، والأمور دي متعلقة بالتركة، والناس ممكن تيجي توزع التركة مع ان ربنا قال من بعد وصية يوصى بها او دين، فهم يوزعوا من غير ما يحطوا في اعتبارهم او يضعوا في اعتبارهم ان في امور متعلقة بهذه التركة. فهنا بقى واجب عليه اللي هو يعمل وصية. وقلنا الوصية قد تكون حرام اذا كانت الوصية بمعصية، او كانت لدور الفجور والبغايا والفسق والفساد وغير ذلك، او كان يقصد من هذه الوصية او يقصد الموصي من هذه الوصية الإضرار بالورثة.
وقلنا اللي هي مستحبة إذا كانت للفقراء والمساكين ودور العبادة وللجمعيات الخيرية ولإقامة المشروعات التنموية لتنفيذ كروبات الناس وتنفيذ كروبات الأمة. وقد تكون مكروهة في حالة وجود الورثة فقراء والمال قليل وتيجي تطلع تلت المال كمان، فدي كيبقى فيها نوع من الكراهة. وقد تكون مباحة إذا كان الورثة أغنياء والمال وفير، فيبقى ساعتها نقول له الوصية بتاعتك مباحة. هتيجي تقول لي طب يا عم انت يعني ايه الدليل على الكلام ده؟ يعني انت معودنا بتجيب لنا ادله من القران ومن السنه في الامور الشرعيه، وتجيب لنا ادله نصوص نص الماده كذا من القانون كذا في الامور القانونيه. تعال نشوف الدليل من القران الكريم على وجوب الوصيه او على وجود الوصيه بالمعنى العام. الله عز وجل في سوره البقره في الايه 180 بيقول: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالأقربين حقا على المتقين. يبقى الوصية للوالدين هنا وإيه والأقربين، ومكتوب كتبة، يبقى أنت عندك هنا كلمة كتبة يعني فرضة، وعندك حقا معناها يعني إلزاما، وعلى المتقين معناها اللي في كلام لو انت ما وصيتش وعندك مبرر يجعلك توصي، فهنا بقى في خلل في التقوى. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين حقا على المتقين. وقول الحق تبارك وتعالى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وشوف بقى في ناس بقى بتوصي بالدينار وبالدرهم وبالجنيه وبالدولار، وفي ناس ثانية بتوصي وهمها وهو بيموت العقيدة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ شوف بقى الوصية بتاع سيدنا يعقوب عليه السلام، همه الشاغل حاجة ما جيتش في عقل حد من البشر. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم مسلمون. شوف همه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ العقيدة بيطمئن عليها وهو في سكرات الموت، لآل الأطيان ولا قال الزراعات. الدليل من السنة النبوية على وجود الوصية حديث ابن عمر اللي احنا لسه قايلينه: ما حق امرئ مسلم أن له شيء يريد أن يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه في روايات الحديث. وهناك دليل آخر على مقدار الوصية اللي هو بيكون بالثلث المال، لا يزيد عن الثلث إلا إذا أقر الورثة لأن ده حقهم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قصة جميلة وحلوة أوي. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مرضه. فسيدنا سعد بن أبي وقاص قال له: يا رسول الله، أنا لي ابنة واحدة وعندي مال وافر طب نشوف الاتصال ونكمل قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص. أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذة مي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذة مي. لو سمحت، هو الوالد رحمه الله الله يرحمه، اللي عندنا الورقة هو كاتب فيها إن الأرض ملكه ولكن ما هيش مصدقة في العقار. يعني هو كاتب ورقه مكتوب ارض ملكه من غير ما يكون في عقد إيده. ايه كاتب بخط ايده؟ يعني كاتب بخط ايده ان في ارض ملكه. يعني هو كاتب بخط ايده ان في ارض ملكه. والخط معروف للكل ان هو ده خطه، اللي الارض ملكه، ان الارض ملكه. طب فين عقد الارض؟ العقد هو كاتب ان هو اشترى من حماه الارض دي،
طب هو اشترى من حماه، فين عقد الشراء؟ لا مفيش عقد شراء، ده هو حضرتك هو بقاله يعني هو يجي 60 سنة شاري الأرض دي. يعني بطاقة الحيازة باسمه؟ هي أرض زراعية ولا أرض مباني؟ أرض زراعية؟ الأرض أرض زراعية؟ لا الأرض مبني عليها، هي الفكرة إن إخواتي حبوا يبنوا الأرض ديت، فقالوا إن إحنا ما بيننا ما بين بعض كده، البنت تدفع 5000 والولد يدفع 10000 عشان نأسس ونعمل بيت، ويبقى كل واحد يبني في البيت ده. تمام. اللي حصل إن بعض إخواتي بنوا والباقي ما بنوش. تمام. فلما احنا جينا عايزين نطالب اللي ما خدوش نطالب بحقنا، قالوا ده البيت دوت بتاع بتاع الوالد رحمه الله، يعني ايه؟ ما فيش حاجه اسمها تقسيم. تمام. اللي طلع الرخصه بتاع المباني اخويا. تمام. اخويا من امي وابويا، اخويا شقيق. تمام. والرخصه باسمه هو. تمام. لكن ليا اخوات غير اشقاء. تمام. هم بيقولوا ان الارض دي بتاعت امنا احنا. تمام. هو دلوقتي اما جينا نطالب بيقولوا ما فيش اصلا الارض دي بتاعت امنا، انتوا مالكوش حاجه، لكن في نفس الوقت الورقه اللي معانا بخط الوالد رحمه الله وكاتب ان انا اشتريت الارض دي من حمايا وماضي عليها، اللي ماضوا ميتين مش موجودين. تمام. فبس ايه الاثبات احنا بقى دلوقتي لو احنا بنطالب بحقنا؟ هو احنا كنا قبل كده قالوا ما فيش الا حكايه التراضي بس، ان انتوا تعملوا لهم جلسه، لكن هم يرفضوا. انا عندنا اخويا الكبير يرفض، بيقول ازاي ده بتاع الوالد، وازاي ان احنا نقسم، وازاي البيت، لا البيت ده بتاع الوالد وما حدش ياخد، وبناء على ذلك اللي بنى هو اللي بقى ليه شقه او له دور في البيت وانت بلاش، خلاص مفيش اي حاجه. تمام. فانا بقول لحضرتك دلوقتي احنا نعمل ايه على اساس احنا طبعا احنا عايزين اصلا حكايه الاواضي والشكاوى والحاجات ديت هتاخد وقت كتير، وكلنا يعني اصغر واحد فينا في 50 سنه، واللي موجود دلوقتي 70 سنه، واحد اتوفى من اخواتي واللي باقيين كل واحد بقى ايه الاعمار باذن الله يعني. طب ربنا يكرمك. شوف يا ست صلى على رسول الله. طبعا احنا مش هنتكلم ايه في قضايا ونتكلم في حاجه، لانه واضح ان مفيش اوراق. يا استاذه مي، الوالد لما يقول انا اشتريت من حماية، ما هو ربما يكون تم الاتفاق مع حماية اللي هو يشتري، وقال اشتريت من حماية الارض دي، وبعد كده فسخوا العقد وما كملش الثمن. ايا كان، لا يمكن ان تثبت ملكيه لشخص باقرار اللي هو كتبه اللي هو اشترى، حتى لو حد مضى على الاقرار ده. يعني ولنفرض انا رايح لحمايا، انا عاوز اشتري منك الارض دي، خلاص يا ابني اشتريها ب 50000 جنيه، طب يا حمايا ده 10000 وانا ايه هديك الباقي، قال لي خلاص يا ابني ماشي، ورحت انا مروح البيت انا اشتريت الارض من حمايا، تعالى يا محمد امضي، تعالى يا ابو احمد امضي، وجيت ما كملتش الثمن، وحمايا ياخد ال 10000 جنيه وانا ما غيرتش الورقه، اقدر اقول الورقه دي سند ملكيه؟ ما اقدرش اقول الورقه دي اللي انا كاتبها اللي انا اشتريت سند ملكيه. فمرات والدك بتقول لك لا ده الارض دي بتاعت ابويا، او جوزي اللي هو والد حضرتك ما اشتراهاش. فبقى في نزاع، ناس تقول احنا اشترينا وناس تقول ما اشتريناش. وحضرتك ربنا يوفقك سهلت الموضوع قوي وقلت كل اللي مضوا على الورقه ماتوا، فلا هنعرف نجيب الموضوع ده كان خلص بكامل ثمن ولا ما خلصش بكامل ثمن، ولا كان الموضوع ايه، مش هنعرف نجيبه. فاللي هيكسب في الموضوع ده اللي معاه ورقه. فلو كان والد حضرتك اشترى من حماه دون ان يحرر عقد بيع فهو ضيع حقكم. ان كان حرر عقد بيع يبقى تشوفوا عقد البيع. فانا بنصح حضرتك اللي انتوا تقعدوا مع بعض بالتراضي وتحلوا الموضوع ده، وكل واحد ياخد نصيبه بما يرضي الله، واللي مش هياخد مباني يشوف نصيبه في الارض ايه وياخد ايه حصته تقيم بمال. يبقى احنا كده خلصنا من الموضوع ده. واخوك عشان يطلع رخصه مباني
اكتبي دي تحت دي كده، اكتبيها عندك ملاحظة، لا يمكن رخصة مبادئ هتطلع إلا بسند ملكية. لا يمكن رخصة مباني تطلع إلا بسند إيه؟ ملكية. فأكيد في أوراق الرخصة ممكن تلاقي، لو والدك اشترى هتلاقي صورة عقد والدك. خلاص؟ وربنا يكرمك ويوفقك. ونشوف الأدلة من السنة على الوصية. قلنا الدليل الأول الحديث ما حق امرئ مسلم. الدليل الثاني قصة جميلة بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سيدنا سعد كان مريض وكان يظن أنه سيموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره، فقال له سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، عندي مال وفير ولدي ابنة واحدة، فهل أوصي بثلثي مالي، التلتين يعني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كثير. فقال: بشطر مالي، بنصف المال يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: كثير. فقال سعد رضي الله تعالى عنه: بثلث مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي الثلث، والثلث كثير. يعني خلاص أنا هقر إن أنت توصي بالثلث وإن كان كتير، بس مش مشكلة. وبعد كده قال له العبرة في الحوار الجميل ده، قال له: إنك انتظر ورثتك أغنياء. طب يا رسول الله، الراجل بيقول لك عنده ابنة واحدة، أنت يا رسول الله تقول له إنك إن تترك ورثتك أغنياء؟ شوف الوحي، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه. بيقول لك سيدنا سعد بن أبي وقاص عوفي من مرضه ورزق بعشر أبناء، ورزق بعشرة أبناء. إيه رأيك بعد الواقعة دي؟ هو كان بيقول أنا عندي ابنة واحدة. فالخلاصة إن محدش يعرف الغيب في إيه، إلا عنده مال وعاوز يطلع ويتصدق، غير اللي يكون عنده بنت واحدة وعاوز يطلع. فالنبي بيقول له: إنك انتظر ورثتك، إنك أن تترك ورثتك، مع أنه كان عنده ابن واحد. فاستدل العلماء من هذا الحديث على أنه يجوز الوصية بثلث المال، انت حر في التلت بتاعك توصي بيه بقى زي ما انت عاوز، لدور ايه؟ العبادة، توصي بيه للأعمال الخيرية، توصي بيه زي ما اتكلمنا في حكم الوصية. ونشوف الاتصال مع حضرتك. اتفضل يا أم حمزة. بقول لحضرتك دلوقتي احنا كان عندنا سكن تمام، ورفعنا عليه قضية ومشيناه وكده. فالمهم مرفوع عليه قضية ايه يا استاذة ام حمزة؟ قضية ايه؟ قضية طرد. طرد لايه؟ لايه؟ لعدم سداد الاجرة؟ لا، هو كان العقد مشاهرة. مشاهرة، وكان بعد 96. تمام، ايوه كده تمام. احنا كنا عايزين نمشيه، المهم مشينا الحمد لله، جاب لنا الحكم وكده. فالمهم دلوقتي هو عليه حوالي بقاله يجي 6 سنين من ساعة القضية ما اترفعت، ما دفعش ولا إيجار، ما دفعش إيجار خالص. تمام. وقبل وما كانش راضي، جه طبعا البوليس وكده، ما كانش راضي يمضي، إن هو البوليس هو ما رضيش يجي ساعة ما البوليس جه عشان خلاص يعني جبته تحري وكسرته الشقة. ما رضيش بقى يمضي على الإيه، إن هو استلم العفو، فصمم ياخد فلوس. هو صمم ياخد فلوس؟ وخدت 3 جنيه. طب وتديله فلوس ليه؟ يعني للاسف بقى يا فندم، واحده واحده بس يا فندم، اسمعيني بس، اسمعيني بس عشان الناس تتعلم والمشاهدين يتعلموا. الواقعه اللي بتحكيها دي لازم الناس تتعلم منها. حضرتك دلوقتي خدت حكم طارد، الحكم ده بقى معاك صيغه تنفيذيه تنفذي بالقوه الجبريه. خلاص بقى مش هتاخد الصيغه التنفيذيه دي الا اذا كان الحكم نهائي، يعني ما عملش استئناف او عدى مواعيد الاستئناف او عمل استئناف واترفض الاستئناف. تمام؟ تمام. خدت الصيغه التنفيذيه ورحت تنفذي، لقيت الشقه مقفوله. خلاص؟ بتروح تعملي تحري. هيقول لك ان سبب الغلق ان الراجل مش عاوز يسلم الشقه. ايه المحكمه او قاضي التنفيذ هيروح يقول لك ايه؟ تكسر الشقه عن طريق نجار. تجيبي رقم البطاقه بتاعت النجار ويكسر الشقه. ويسلمك الشقة، وبعد ما يسلمك الشقة هيمشي ومعاكي محضر تسليم تاخدي الشقة،
لو فيها منقولات هتعمل له انذار على استلم منقولاتك، والا هحطها في مكان بالايجار والاجره الشهريه 500 جنيه وادفعه ايجار للمنقولات لو ما جاش خدها، واحجز عليه لما يروح في مكان تاني بالقيمه الايجاريه بتاعتي. لان خدي بالك هو لما رفع دعوه رفعها لعدم سداد اجره، قلت لي لا ده رفعها المشاهره، يبقى اعمل دعوه مطالبه بالقيمه الايجاريه، وكنت اخد منه فلوسي مع فلوس الايجار بتاعه المنقولات واحجز عليه. ما عندوش حاجه، انا اسمي خدت شقته وخلاص، لكن تدفعي له انت كمان 6000 جنيه للاسف بقى يعني. طب سؤال حضرتك ايه؟ طيب يا استاذه انا عايزه بقى ايه، عايزه اخد منه ال 5000 جنيه دول، وعايزه اعرف ازاي الخمس سنين او الست سنين اللي قعدهم دول الايجار كل ده ما دفعهوش وكان قاعد في الشقه، فعايزه اخد منه الايجار، وبرضك ما دفعش ولا نور ولا الغاز، والنور والغاز باسم والدي، فطبعا هيبقى كده متركن على والدي، فهنعمل ايه بقى؟ اعملي له دعوه، اعملي له دعوه بسداد مقابل الانتفاع، اللي هو كان قاعد عندك ومنتفع بالشقه وما دفعش، لان هتقول لي هتعمل له دعوه ايجار، ايجار ايه؟ ما انت فسخت عقد الايجار. خلاص؟ دعوة، واعمل دعوة مقابل الانتفاع مع التعويض، لان في خطأ وضرر وعلاقة سببية، وربنا يوفقك ان شاء الله. موضوع كبير قوي، تدفع فلوس يعني، ايه المفروض تاخد فلوس وتدفع فلوس؟ لازم نتعلم. المهم الخلاصة، الحديث بتاع سيدنا سعد استفاد منه العلماء، أو استدل منه العلماء على أن الوصية تكون بثلث المال. سبحان الله، الوصايا كتيرة، وفي ناس بتوصي بحاجات وناس ما بتلحقش توصي. شوف الآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. الشيخ الشعراوي في الآية دي قال كلام جميل قوي يا أخي، بيقول لك إن، إذا وإن. إذا أداة شرط تفيد اليقين، إذا حضر أحدكم الموت، فالموت يقين، وإن ترك ممكن يترك وممكن ما يتركش، فهي أداة شرط تفيد إيه؟ الشك، ممكن يترك مال ممكن ما يتركش. وقال كلام جميل قوي، قال إن محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان بتتمثل في هذه الفرائض والمكتوبات والتكليف، ومحبة العبد للرحمن بتتمثل في الطاعة، في الإيمان به والطاعة له. فأنت لما هتيجي تطبق الكلام الجميل ده، الدليل على إنك بتحب ربنا إيمانك به وتطبيقك لهذا التكليف، وهذا التكليف فيه خير لك. فأنت إذا كنت مؤمن بالله وبتحب ربنا، فانصاع إلى تكليف الله سبحانه وتعالى، وطبق أحكام الله سبحانه وتعالى، وده في مصلحتك أنت ونجاة ليك أنت. كلام من ذهب على موضوع الوصية. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا انتوا عارفين هو لم يترك شيء، وقال في الحديث ان الانبياء لا يرث، لا يورثوا دينارا ولا درهما. طب نشوف الاتصال، اتفضل. اهلا يا استاذه نجوى، انا مع حضرتك، اتفضلي. ايوه يا فندم. ايوه استاذه نجوى اتفضلي. حضرتك انا بقالي 4 سنين مطلقه. 4 سنين مطلقه يا فندم؟ تمام. مش عارفه اخد حق ولا باطل من الطليق، انا مطلقه غيابي. غيابي؟ اه. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. عندك اولاد؟ اه عندي ولد وبنت. ولد وبنت، معاكي ولا وقلم؟ ممكن اسال حضرتك ثانيه واحده؟ طب ما تبقي تجيبي ورقه وقلم قبل ما تيجي تسالي عشان تبقي جاهزه. مش عارفه تاخدي حق ولا باطل؟ لا، القانون وقبل القانون الشرع من حقك. اتطلقتي غيابي، بتروحي جايبه قسيمه الزواج، وتروحي جايبه قسيمه الطلاق، وتروحي جايبه شهادات ميلاد الولاد. يبقى عندك 3 ايه؟ مستندات.
وتروحي رافعه دعوه نفقه للاولاد، وتروحي رافعه دعوه متعه لانك انت طلقت غيابي، واحنا قلنا واكدنا ان الفقهاء قالوا تستحق الزوجه متعه بالايه الكريمه ومتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. والعلماء ومنهم السادة الشافعية قالوا إن دعوى المتعة يشترط فيها شرطين: ألا يكون الطلاق بسببها، وألا يكون الطلاق برضاها. وفي الطلاق الغيابي قرينة على إن الطلاق ما كانش برضاها لأنها ما تعرفش بيه أصلا، ولا كان بسببها لأنها ما شاركتش فيه أصلا. أنت حضرتك هتجيبي قسيمة الزواج؟ وهتجيبي قسيمة الطلاق؟ حضرتك معايا انا احكام، معايا احكام بالقواضي اللي انا رفعتها. امال بتقولي ما خدتيش حق رباط اللي هو بعد كل الكلام اللي انا قلته ده في الاخر معاكي احكام؟ معاكي احكام ايه طيب؟ معاكي احكام بايه؟ معايا حكم نفقة للاولاد ب 500 جنيه. طيب عملت واحدة واحدة بس. خليكي بس معايا. عملت دعوة حبس؟ نعم. عملت دعوة حبس بالحكم ده؟ طب هو دلوقتي ما دفعش فلوس الاولاد صح؟ هو عليه متجمد يا فندم 75,000. حلو، اعملي بالمتجمد ده دعوه حبس. تمام، اكتبي عندك بقى دعوه اسمها دعوه حبس، ده الدفع للحبس. هيصدر من المحكمه حكم بحبسه 30 يوم. المتجمد اللي معاه حضرتك ده معناها اللي هو قاعد فتره كبيره ما بيدفعش. من 2012 الى الان ما بيدفعش، فالنفقه لا تسقط. فانت المتجمد ده اللي هو نتيجه لتراكم دين النفقه عليه، تجمد النفقه عليه، تجمدت. وهو موظف في شركه بترول يا فندم. يا فندم واحده واحده بس، دي انت كده هتكسبي. اسمعي الكلام، اكنك داخله جمعيه وهتقبضيها. فانت تعملي دعوه الحبس وتروح راح على شركه بتاعت البترول عنده. اولا في ميزتين لحكم الحبس. الميزه الاولى ان مفيش فيه استئناف، والميزه الثانيه اللي هو لو اتمسك مش هيخرج ان شاء الله، لو قعد سنتين لازم هيدفع الفلوس. خلاص، يعني لازم يدفع الفلوس. فانت دلوقتي حضرتك هتعمل له دعوه حبس بالمتجمد. طب انت عملت دعوه متعه؟ متعه يا فندم هتملي 7,000 ونص، وبرضه مش عارف اخد حق ولا باطل. طيب احجزي عليه، احجزي على المرتب، ممكن تروح تحجزي على المرتب. بص انا بنصحك لما يكون معاكي مبلغ كبير يعملوا له دعوه حبس، لانه كده كده هيتحبس. ولما يكون معاكي مبلغ زي 7,000 جنيه تروحي رايحه لشؤون العاملين في الشركه بتاعته، تقدمي الصيغه التنفيذيه وتحجزي على، هيدوكوا في حدود ربع المرتب. عندك اسئله ثانيه يا استاذه نجوى؟ حضرتك انا عندي قايمه ب 27,000 واخد فيها حكم حبس سنة. تمام. حضرتك هو طعن في الحكم ده يوم 30/7. تمام. شهر 7. طعن بالتزوير. تمام. ده هيبقى ايه؟ هتروح الطب الشرعي وهيستكتبوه. هيخلوه يملى ورقتين ثلاثة كده، يقول له اكتب اسمك 50 مرة. اكتب ذهب الولد إلى مش عارف إيه 90 مرة. اكتب مش عارف إيه 80 مرة، هيمغلوه أربع خمس ورقات. وبعد كده هيمسكوا بقى الورقه دي يبصوا للحروف حرف حرف مع حروف اسمه اللي مضى عليها. وانا اثق بمنتهى الامانه في رجال الطب الشرعي، ما يعرفوش حد، حتى هو ممكن ما يعرفش مين الخبير اللي بيستكتبه ولا اسمه ايه او الخبيره، ناس محترمه. فلو طلع التوقيع توقيعه خلاص هيتحكم عليه بالحبس، يا اما يدفع لك قيمه القائمه. خلاص حضرتك يا فندم، انا معلش يعني انا معلش في اللفظ، انا هنا محامين ما عندهمش خبره كفايه او حاجه تانية، ممكن هم عايزين فلوس. انا حاليا معايا عيلين معيش فلوس. حضرتك بقول للمحامي نفذ وانا تحت امرك، مفيش مشكله. فممكن حضرتك تساعدني في الموضوع ده؟ خدي التليفون من الكنترول واوصلك لحد من المحامين ان شاء الله. الله يبارك لك يا استاذ محمد، لان انا فعلا محتسب العيلين مش عارفه اعمل ايه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفذ كربك يا رب. استاذ محمد يا رب، ربنا يوفقك.
احنا طبعا لسه هنتكلم على اركان الوصية، بس نخلي اركان الوصية في الحلقة الجاية، وبعد كده نخلي الوصية الواجبة في حلقة بعد كده، ونشوف الوصية للوارث وقصتها ايه. لكن انا عاوز يعني اختم الحلقة الجميلة دي بوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. طالما احنا بنتكلم على الوصية، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية قال، الحديث رواه أصحاب السنن، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. دي أجمل وصية توصي لأولادك. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. صدقت يا رسول الله، وجدناه. طب الحل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وابن أبي عاصم في كتاب السنة: وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. التمسك بالسنة دي من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. دي فيها كتب تتألف على الاستمساك بالسنة وتنفيذ السنة، وصية نبوية يا ريت نوصي بها أبنائنا، ونعيش في الحلقة الجاية مع أركان الوصية وكلام الفقهاء الجميل في الوصية بالوارث أو الوصية للوارث، ونشوف قانون الوصية المصري خد بإيه، ونشوف المحكمة الدستورية حكمت بإيه. ده مشكلة كبيرة أوي المشكلة دي. دمتم في أمان الله، ومع الحلقة القادمة أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.